الخطيبة الأولى والبرزنتر الأول الدكتور عبد الرزاق قال في ورقة عمل هي Soil Structure Interaction and Seismic Analysis. دكتور عبد الرزاق قال الآن هو عبارة عن Assistant Professor في جامعة النجاح الوطنية في نابلس من 1989. طبعا في السنوات الثمانينات وفي بداية الثمانينات كان أخذون Assistant أو teaching research assistant في عدة جامعات كالجامعة الأردنية وجامعة بير زيت، ومن ثم ترأس دائرة الهندسة المدنية في جامعة النجاح الوطنية في العام 84-85. في العام 86-88 كان teaching and research assistant في ستانفورد يونيفرسيتي كاليفورنيا في اليو اس اي، وفي 86-87 كونسلتنت في دار اناليزيز كومباني بالو التو كاليفورنيا يو اس اي. والله من لا اذا حصل اي خطا فنحن حاليا زميلي الدكتور منذر تويكات. طبعا انا لما بشوف الدكتور منذر بشوف كثير وجوه هون موجوده في الكليه في القاعه من طلابي، بشعر انه حياتي ما ضاعت، يعني انا عمالي بستثمر بشكل صح. وبدي اكرر الكلام اللي حكيته امبارح، المحاضره هاي جزء منها انشائي انا متخصص فيه، وجزء منها عام فهمي له لا يخرج عن كونه اما ناقص يحتاج إلى تحسين أو خاطئ يحتاج إلى تصويب. ففي الفهم العام وسع صدوركم إلي، وبالفهم الخاص اسألوا ما شئتم. واضح؟ هلا امبارح أنا كنت بحكي عن المنهاج، وحتى نفهم أهمية المنهاج لما الحق بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الواو هي عطف الخاص على العام. يعني أهم شيء في الصلاة شو هي؟ الصلاة الوسطى. ولما ربنا بقول لكلا جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الواو عطف الخاص على العام، يعني احنا لا يمكن نقدر نستفيد من اي تشريعات خارجية اذا ما كانش عندنا منهاج تلقي مناسب ينطلق من اشياء عندنا محكمة ثابتة نريد ان نطورها الى الاحسن. امبارح كانت المحاضرة على المنهاج، واليوم بدي اورجيكم كيف المنهاج بجعلنا ننظر للتشريعات اللي بتجينا، وكيف بنحدد هاي التشريعات، شو الصح فيها وشو الخطا فيها، وكيف يسهل بالمنهاج السليم انه نحكم على خطا وانها ما بتنفع. المحاضره هي Soil Structure Interaction and Seismic Analysis. لو نروح للوحه الثانيه، كالعاده كمحتويات رايحين نحكي مقدمه ورايحين نحكي عن التمثيل. التمثيل هو لما ربنا بيقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تمثيلا. من مفاهيم تمثيلا إنك تعمل موديل لأي علم أنت بتسويه. فالموديلينج أهم شيء في التعليم، وكل جيل عليه إنه يعمل موديلينج أحسن من جيل مين؟ لابده. وإن شاء الله زي ما امبارح ورجينا كيف الموديلينج يتحسن في الستركشر، اليوم بدنا نحكي كيف الموديلينج ممكن يتحسن بالسويل ستراكشر انتراكشن. رايحين نحكي عن انالوجيكال مودلز، ورايحين نحكي لتحت عن مودلز انا بسميها اناتوميكال، اللي هي عباره عن مودلز تشريحيه بنقسم فيها المنشا لاجزاء تسمى علميا فاينايت اليمنت. اناليتيكال مش رايح يكون عندنا في هذه المساله، وبدنا نعمل مودلز كومباريجنز وننهي بكونكلوجن. للي ورا كمان تنزل لوراها. اكثر درس احنا تعلمناه من الزلازل انه الزلازل ما بترحم. انا عندي نموذج بدماغي، هذا النموذج بتصرف فيه في الواقع، الواقع ما بتصرف على اللي بدماغي،
الواقع هناك سنن بتحكمه فهو يتصرف حسب الواقع. فإذا كان اللي بدماغي ينسجم مع الواقع المنشأ بيقف، وإذا كان اللي في دماغي لا ينسجم مع الواقع المنشأ شو بيصير فيه؟ بنهار. لذلك امبارح ركزت على ضرورة إن نعمل 3D analysis لأنه المنشأ 3D. اليوم أنا بدي أدخل بعدين، بعد في الصول وبعد في الزمن. فهلا احنا بنقول انه لما بندرس سويل اللي بدرس فاونديشنز بشعر انه الفاونديشنز قائمه على فكره انه عندنا ريجيد ستراكشر بيلت اون فليكسبل فاونديشنز. العقل البشري بيقدر يفكر بمتغير واحد، فلما احنا بندرس فاونديشنز بنخلي الستراكشر ريجيد حتى نقدر نفهم الحركه. طيب ولما بندرس ستراكشر شو بنقول؟ انه الستراكشر فليكسبل والقواعد مالها ريجيد. هل يمكن انه تبدا تصح؟ لا يمكن. فمعناته احنا في عنا علمين مشكلتهم بالكومباتبيليتي اللي حكيت عنها بالامس. هلا هاي المحاضره بدها تورجي كيف انه الكومباتبيليتي هي الاساس اللي من خلالها اما المنشا بيقف او المنشا ماله بيقف. طيب اذا احنا عمالنا امام علمين بندرسهم، العلمين كل واحد بينسب الاخر. زي ما هلا بالاينشتاين والكوانتم فيزيكس كل وحده تنتقل من فرضيات تنسب الاخرى، ولكن ما تنسوا انه الكون كله مبني على كوانتم فيزيكس وعلى ايش؟ وعلى اينشتاين. نروح لدورة. هلا اذا بدنا نحكي عن الايرثكويك لودينج، في ثلاث طرق لتمثيل الايرثكويك. طريقه بتوازن، يعني بيكون تمثيل ينسجم مع الواقع، انه احنا بنعتبر الايرثكويك تايم هيستوري بيجي من خلال زمن بيستمر لنفرض 30 ثانيه بفريكونسيز مختلفه وامبليتيودز مختلفه. هذا رسمت لكم له ميزان دم. هذا بيعمل لك ضرورة انك تعمل دايناميك اناليسز، والدايناميك اناليسز يعني كيف البيهيفير بيتغير مع الزمن وكيف كل المودز عمالها بتتفاعل مع بعضها البعض. الطريقة الثانية في التحليل الديناميكي انه بنستخدم شيء اسمه ريسبونس سبيكترام. هلا ريسبونس سبيكترام نزل سطر ثاني معني بس بالماكسيموم افكت، يعني قديش اكبر اثر الاستلزاز، وهو ايضا بيستغل كل المودز الموجودة. لاحظوا الميزان شو صار فيه؟ اختل شوي. طيب نروح للثالث اللي هو equivalent lateral load. احنا ساعتها بنبطل نستخدم dynamic analysis، شو بنصير نستخدم؟ static analysis. وبدل ما نطلع على كل المودز للمنشأ بصفي كأنه المنشأ بتصرف بايش؟ بمود واحد. هل في حدا فينا من اللي قاعدين له بس مود واحد؟ يعني دائما مبسوط عمره ما بيزعل؟ المنشأ له مودات زي بني ادم مختلفة، ولذلك اذا احنا اعتمدنا على مود واحد فقط فاكيد الخطا شو بده يكون؟ عالي جدا، فالخلل في الميزان شو بده يكون؟ كبير. نروح للي وراء. هلا قبلها الطريقه الاولى مستقبلكم. واضح؟ احنا الان بنعملها على مستوى ريسيرشز، بس انتم بالمستقبل ما انطردوا لا بالثانيه ولا بالثالثه. هلا الثالثه اللي تم اعتمادها حاليا مع الثانيه كطريقه لتصميم الزلزال المستقبلي في فلسطين. احنا بدنا بشكل او باخر في هذا البحث نشوف بعض المشاكل الموجوده. في الثانيه والثالثه في عنصر رئيسي، وفي الزلازل في عنصرين رئيسيين، شيء له علاقه بالضغط الارضي وشيء له علاقه بالبيريود. محاضرتنا اليوم راح تتعلق بس بالبيريود المنشأ، وبما انه بدنا نحكي عن الثانيه والثالثه فانا بدي اركز على اهم بيريود بنسميه الفاندمنتال بيريود، يعني بيريود ماله الاساس. نروح للوراء. هلا الكودز شو بتعمل؟ الكودز بتعمل ديكومبوزيشن للستراكشر والسويل. البيريود اوف ذا ستراكشر بيعملوا له استيميشن ويزاوت ريفرنس لا للسويل ماس او ستيفنس. يعني حطيتها على صخر، حطيتها على اي تربه، بعطيك بيريود ايش؟ ما لهش علاقه بالتربه. هذا البراكتس اثبت جود بيرفورمانس اوف ستراكشرز بيلت اون روك. ليش؟ لانه الستراكشرال انجينيرنج از اسيومينج ريجيد فاونديشن. الروك اذا ريجيد فاونديشن الاسامبشنز مالها توافقت مع الواقع، كل شيء عنده تمام. لكن الى الان كل العالم بيعاني من منشات على ايش؟ على تربه مالها ضعيفه. هلا السويل ستراكشر انتراكشن موجود كثير في الابحاث، لكن في الكودز لحد هلا كثير من الانجينير كودز ما بتجيب سيرته. اليورو كود والفيما بعطي كواليتيتيف مش كوانتيتيف. احنا معنيين مش بس بالكواليتيتيف، معنيين بايش؟ بالكوانتيتيف. وهذا هو موضوع بحث اليوم. نروح للي وراء.
هلا حتى نبسط الزلزال، كلكم تعرفوا نيوتن لو. الفورس هي عباره عن ايش؟ عن ماس في اكسلريشن، وكلكم تعرفوا ستراكشر الديسبيسمنت هي عباره عن ايش؟ عن فورس على ستيفنس. فاذا طلعنا على الديسبيسمنت تبعت المنشاه ونظرنا لها انها عباره عن ماس على ستيفنس مضروبه باكسلريشن، هذا نموذج احادي اذا قدرنا فهمناه بنقدر نفهم طبيعه الزلزال حسيا. فلو نزلت شوي حتى نشرح البارامترز الموجوده، ال M هي عبارة عن الماس، والكي عبارة عن الستنس، والبيتا هاي هي عبارة عن الاكسلريشن، بس اللي منتج عن الزلزال ممكن يكون ماجنيفايد أو ممكن ديمينيش. يعني أنا ممكن أعمل منشأ يصاب بزلزال ما يحسش فيه المنشأ من مرة، وممكن أعمل منشأ يصاب بزلزال بدل ما يكون الزلزال 0.2 جي يجي على المنشأ إيش؟ مئات الأضعاف، بظاهرة بالفيزياء نسميها ريزونانس. بظاهرة بالفيزياء شو نسميها؟ ريزونانس. نروح للورا. هلا حتى نقدر نفهم السويل ستراكشر انتراكشن، حاول برضو تنزل اللوحات الثانيه تكون كلها كامله. بما انه العقل البشري بيفهمش الا متغير واحد، بدنا نحاول ان نعمل المنشا كلياته سمبليفايد لايش؟ لون فاريبل. فلو اعتبرنا انه التربه كلها عباره عن ستيفنس لها كي سويل، اعتبرنا انه التربه كلها لها ستيفنس مقداره كي سويل، واعتبرنا انه المنشأ كله له ستيفنس مقداره كي ستراكشر، وذي ار كونكتد ان سيريز، الستيفنس ايكويفالنت لاثنين سهل نحسب المعادله العلويه هاي. هلا هاي المعادله العلويه بقدر انا اقسم على كي سويل وبقدر اقسم على كي ستراكشر. لو قسمت على كي سويل بصير المعادله هيك شكلها. لاحظوا اذا كي سويل يعني الستيفنس للسويل انفينيتي، بيصير عندي اي رقم على انفينيتي قديش؟ صفر. وبيصير الستيفنس للمنشا هي لمين؟ هي الستيفنس للستركشر، ما اسامبشنز بتضايق. العكس صحيح، لو جيت على هاي المعادله الموجوده وعوضت بدال ما اني اقسم على كي ستركشر على كي سويل قسمت على كي ستركشر، بحصل على نفس الاسامبشنز تبعت مين؟ الفاونديشن. هذا بيعني انه احنا التمثيل اللي عمالنا بنعمله، هذا التمثيل يصلح لتفسير علم الفاونديشنز ويصلح لتفسير مين؟ علم الستركشر. بس مشكله هذا التمثيل اني ما بقدر انا اعمل له اكسبانشن للماس، والماس ضروريه، انا عندي ماس وش في عندي كمان؟ ستيفنس. هل يا ترى بنقدر نعمل هذا التمثيل بطريقه ثانيه؟ نروح للوحه اللي وراها. في طريقه مشهوره عندنا في التحليل اسمها ماتريكس كوندنسيشن. فاذا اعتبرنا انه السويل مع الستركشر كونكتد بجوينت A، والستركشر جوينت بي اللي هو ديسبيسمنت للستركشر، هدول الاثنين بقدر انا اعمل لهم ماتريكس ايكويشن بشكل موجود اعلى، وبقدر من المعادله الاولى لو ان انا عملت لها اكسبانشن احط دي اي، دي اي ان ترمز اوف وات؟ اوف دي بي، واعوض دي اي في المعادله الثانيه، فبطلع عندي نتيجه للكي بي بي جديده. هلا نروح للوحه اللي وراها. فإذا جينا هلا في عرفنا الكي اي اي هي عبارة عن السويل مع ستراكشر، لما بتحرك الجوينت اي الزبركين بدهم ايش؟ يقاوموني، بينما لما بحرك الجوينت بي مين اللي بده يقاوموني بس؟ الكي ستراكشر. فلو عوضتهم بحصل على نفس المعادلة اللي أنا حصلت عليها إمتى؟ سابقا، معناته هذا نموذج ثاني بأكد إنه ايش؟ صحة التفكير هذا بالماتريكس كوندنسيشن. بس جمال هذا التفكير انه انا بقدر تو اكسباند للماتريكس للماس. فاذا رحنا للوحه اللي وراها واي اكسباند للماس، عملت نموذج واستعنت بالنتيجه اللي انا حصلت عليها بالستاتيك في عمليه كوندنسيشن للماس حتى تصير للماس للستركشر، بيطلع ماس الستركشر ماس الام بي بي الكوندنس تمثل ماس الستركشر زائد ايش؟ هذا الترم. لاحظوا الترم الثاني دخل في ماس السويل. يعني لو طلعنا على تربه طلعت على زلزال باكستان، لما بتكون التربه لنفرض كلي او ما الى ذلك، بتلاقي مع زلزال التراب كله شو عماله؟ بتحرك مع المنشا. اذا كتله التربه لازم تنحط مع مين؟ مع المنشا بالحسبه. انتبهوا انه اذا كان انا عندي الكي سويل ستيف يعني انفينيتي، بصير هذا الرقم ماله انفينيتي، بصير هذا قديش قيمته؟ زيرو، بتصير الماس هي ماس ايش؟ إذا إحنا كستراكشرال انجينيرز وي آر أوكي طالما بنبني على سطوح. تنحتونا من الجبال بيوتا آمنين.
طالما انا ببني على صخر ما في مشكله. المشكله لما بدي ابني على سهل شو صار عندي انا هلا؟ صار عندي مشاكل بدي انظر لها كيف انا بدي احلها. نروح للوحه اللي وراها. طبعا كلام بدون مثل ما لهش معنى. فالمثل هو نفس المثل اللي انا اعطيته امبارح بالمنهاج، الفرق ان انا حطيت سلابي هون، حطيت على هاي سلابي الزنبركان بالثلاث اتجاهات، بالاكس وبالواي وبايش كمان؟ وبالزد. نروح للنتائج. لو اخذنا احنا الكودات العالميه، هاي الكودات العالميه بتعطيني بيريود بتضل 1 2 3 سكند. هذا البيريود له معنى اذا كانت الاعمده اما دائريه او مربعه، لانه باعمده دائريه او مربعه بالفريم ستراكشر باي اتجاه بتحسب بيطلع لك بيريود واحد للفندمنتال. لكن اذا كانت الاعمده مستطيله بهذا الشكل، البيريود بهذا الاتجاه راح يكون اعلى بكثير من البيريود بايش؟ بالاتجاه هذا. لذلك بتلاحظوا بنتائج الكمبيوتر اللي هي نتائج الموديل الثالث اللي هو عباره عن اناتوميكال، بتلاحظوا في فرق كبير بين البيريود اللي محسوب بالواي والبيريود اللي محسوب بالاكس مع مين؟ مع البيريود تبع الكود. فهي معادلات الكود تصلح للبلاد اللي تمت فيها ولا تصلح لبلادنا. في بلادنا في اشياء ثانيه بتخلينا نضطر ان نعمل دايناميك اناليسيس. فلو طلعنا على هون شو بنلاحظ؟ بنلاحظ اذا كانت نسبه الكي سويل على كي ستراكشر عاليه بالثلاث اتجاهات بكون عند البيريود ماله اقل ما يمكن. كل ما صارت الكي سويل على كي ستراكشر تقل شو بصير في المنشا؟ البيريود بتزيد. بمعنى انه صلابه المنشا الستيفنس للمنشا من ستيفنس الاساس. فاذا كان السول ضعيف بده يكون المنشا مهما كان رجل بضعف السول. فكل ما احنا قوينا السول تلقائيا مش عمالنا بنعمل؟ بنقوي المنشا. لا يمكن نعمل منشا اقوى من التربه اللي موجوده عليه. يعني الاساس قوته هو قوه مين؟ العنصر. وبتلاحظوا اذا ضعف كثير الاساس قديش بصير البيريود عالي. طبعا الكودات بتقول لك بي ار سيف. ليش بي ار سيف؟ احنا عمالنا بنستخدم بيريود اقل ما يمكن، معناته بالريسبونس سبيكتر عمالنا بنحط اكسلريشن اعلى ما يمكن، وي ار كونزرفيتيف. هذا نقاش الكودات. هذا الكلام اذا رحنا على اللي وراه شو بنلاحظ؟ اتس كونكلوجنز. If I want to neglect soil structure interaction بداية، هذا الحكي ريزونبل إذا كانت الأسومبشنز بريفيل. كيف يعني؟ أنا عملت light structures in relatively stiff soil such as low-rise building. هذا الكلام بيخلي الستركشر اسامبشنز اوكي، منشا صغير على تربه مالها قويه جدا. طب العكس بالفاونديشن، انا جبت ريتيننج وول ريجيد، ريجيد ريتيننج وول ارتفاعه صغير على تربه مالها ضعيفه. معناته الاسامبشن انه الستركشر ريجيد والتربه فليكسبل رايت. طيب امتى بصير هذا مهم جدا؟ اذا انا بدي اعمل هيفي ستراكشرز ريستنج اون ريليتيف لواط سوفت سويلز زي ايش؟ توازن نوادي. هون بصير الانتراكشن كثير مهم، وهون بصير السبيشاليزد عادي واللي نهانا عنه ربنا لما قال تنحتونا من السهول قصورا، يعني القصور في السهول. ليش القصور؟ القصور بتكون هاي ستراكشرز ولا وان ستوري؟ وان ستوري. اذا بقول لك ارحم التربه، اذا التربه ضعيفه ابن عليها ايش؟ منشآت مالها خفيفة، وإذا التربة قوية ابن عليها ايش؟ منشآت عالية. هلا الـ conceptual derived model shows that a soft soil is responsible for the flexibility of what? And the structural rigidity can be achieved only through accounting for the rigidity of both soil and structure what? Together. هلا في عندنا نوعين من النظر للمشكلة، أو ثلاث أنواع. هل نطلع ما هو عادة dynamic acceleration velocity displacement. هل نطلع على الاكسلريشن ولا الفيلوسيتي ولا الديسبيسمنت؟ الاكسلريشن ريسبونس سبيكترام اثبت نجاحه على ريجيد فاونديشن. لما بنيجي للديسبيسمنت ريسبونس سبيكترام اللي بيحصل انه لما بيكون التربه فليكسيبل بتعطي ديسبيسمنتس عاليه جدا على اللونج ران. فانا لما بفترض انه البيريود اقل بتطلع معي ديسبيسمنتس اقل، وهي بالواقع مالها اعلى. لذلك هلا التوجه العالمي اني ما اشتغل على acceleration response spectra للweak soils، اشتغل على ايش؟ displacement response spectra حتى اكون اقرب وconservative. نروح للي وراه. هلا ال period of structure decreases with increasing key soil على key structure. conservative for acceleration response spectra implies lower period thus larger earthquake design forces. نروح للي وراها.
ان كونزرفاتيف. ليش؟ للديسبيسمنت ريسبونس فيكتور. ليش؟ A lower period implies less displacement and hence smaller damages, particularly to non-structural elements. نروح اللي وراء. إن شاء الله بكون مخلص الفيديو. This raises what serious questions on suitability of acceleration response spectra. نروح اللي وراء. هلا كريمايندر، ننتبه لأهم شيء تتذكروا. إذا طلعنا على ال X وال Y direction اللي هنا horizontal directions، كل ما كانت الصويل للstructure عالية. This means good embedment of structure into stiff soil. يعني أنا إذا مسكت المنشأ وزرعته في الصخر أو في التربة القوية بحصل على horizontal ماله عالي جدا. طب إذا حطيته على الحافة ما بيكونش إشي عماله إيش بعطيه stiffness في lateral direction. فأهم شيء ما نعملش منشآتنا على إيش على حافة زي اللي بيمشي الطريق بيمشي على الحافة ولا بالوسط. طيب إذا جينا للزد دايركشن كل ما زاد الكي زد على الكي زد بالستركشر معناته أنا بالريجيد ستيت وهذا شيء كتير كويس. هذا الكلام حتى أحافظ عليه بدي أبعد المية عن القواعد لأن المية بتضعف القواعد وبدي أيضا يكون التربة مالها صخرية. لذلك لما ربنا نبهنا بالأساس شو قال؟ ما تأسسوش على حافة جرف من مفاهيمها المياه اللي شو بتعمل عمالها بتضعف التربة وهذه شو مفاهيمها تربة ضعيفة. روح للي وراها. شكرا على الانصات. شكرا دكتور عبد الرزاق. البيبر الثاني مقدم للدكتور محمد طاسي دخلت بعنوان A case study on underpinning of existing structure using jet grouting. دكتور محمد طاسي دخلت حاصل على البي اتش دي في الجيوتكنيكال انجينيرينج from the University of Akron, Ohio في العام 92. شغل عدة مناصب في جامعة في معهد البوليتكنيك في السنوات من 80 إلى 96 حيث كان محاضرا ومن ثم عميدا ومن ثم رئيسا للمعهد. الآن Director of International Center of Geotechnical and Engineering Study is in Palestine. Technical Manager in 3-span Company for Post-Tensioning in Palestine. عضوية حاصل على عضوية العديد من الجمعيات والمنظمات الهندسية العالمية. خبير مسجل لدى وزارة العمل وجهات محلية ودولية أخرى. تفضل دكتور محمد. صباح الخير للجميع. احنا ورقة العمل هي عبارة عن حالة دراسية في تدعيم الأساسات لمبنى قائم.